ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم قرايه عاطفيه لبرج القوس، و هنعملها عن النص التاني من شهر 8 شهر اغسطس. هنشوف احوال برج القوس وهنشوف احوال شريكك العاطفيه، ويلا نشوف يا برج القوس احوالك العاطفيه الفتره دي بتقول ايه. طبعا القراية عامة مش هتنطبق على الجميع، فكل واحد ياخد الطاقة اللي تخصه. بسم الله. ناخد أول كارت. برج القوس في الورق مع بعض. طيب مش هرجعهم. خليني اخد لك يا برج القوس كارت من كورة الرومانس نشوف هيقول لنا ايه. خد لك كمان كارت من كروت أسئلة الملائكة مثلا. خليني كمان اخد لك كارت من كروت اللاف أوركل. الكروت دي خاصة بإزالة الحب. نسحب كده. اوكي، عندك عاطفيا الشريك عنده شجاعة انه يعترف لك بحبه، و انه يرجع للمنفصلين. المنفصلين في عندهم رجوع، ولكن يا منفصلين في حد وقع بينك وبين شريكك، في حد وقع بينك وبين شريكك ومش عايز العلاقة دي تكمل ولا عايزكم تكونوا مع بعض. الكينج اوف وونز، الشريك عنده تحديات بتواجهه في العلاقة دي، كأن التحديات دي بينك وبينه، حد عارفك وعارفه، في حد وقع بينكم، ولكن في تحدي وفي رجوع للعلاقة دي. شايفة كمان الفور اوف كاب، الشريك عنده رجوع وعنده تفكير في الماضي، بيفكر في الأحداث أو الأحوال اللي حصلت بينك وبينه. الموضوع كأنه شغله قوي، ولكن عنده أمل للرجوع ليك يا برج القوس. الناس اللي انفصلوا، الشريك عنده أمل إنه يرجع لك وبيفكر، رغم ان البعض منكم مر بخيبة امل في العلاقة دي، وانت نفسك اتأذيت عاطفيا يا برج القوس. خدوا بالكم عشان ممكن تكون قراءة عكسية، يعني نركز. البعض منكم اتعرض للأذى لدرجة انه حتى لو جالك حد جديد في حياتك او حد ظهر حد، فانت مش هتبقى عارف تفرق بين الكويس وبين الوحش. فحاول ان انت تسيطر على نفسك وتسيطر على اعصابك وتنفتح مرة تانية، و ما تخليش حاجة تأثر عليك انت، لان الشريك هنا ندمان، رغم ان في مشكلات وما زال في مش يعني البعض عندهم لسه ما زالت المشاكل مستمرة،
الا ان الحاجات دي عايزه تتعالج، او عايزه ان انت تقعد معاه وتشوفوا ايه اللي خلى العلاقه توصل لكده للناس اللي منفصلين. فحاولوا شوفوا التغيير يبدأ منين، وحاولوا ان انتوا تظبطوا الامور بتاعتكم تاني اذا كنتوا عايزين العلاقه دي تستمر، لان انا شايفه الشريك هنا عنده قلق، عنده قلق وعنده عدم راحه. على فكره يا برج القوس، شريكه تملكي شويه، يعني بيحس ان انت ملكه، ودي يعني الحته دي بتعمل مشكله بينك وبينه، حاسس بتملك بينك وبينه، وكأن يعني انت ملكيه خاصه، بمعنى اصح ملكيه خاصه. فيعني خد بالك وحاول ان انت تتعامل معاه بقى، يعني ما تحسسوش بحته الغيره وبحته الشك دي. شايفة عند المتزوجين من برج القوس في لم شمل، وفي يعني سعادة، والعلاقة بتاعت المتزوجين شايفاها مستقرة، ما عندهمش أي مشكلة عاطفية الفترة دي يعني من الشهر. شايفة الأمور حلوة ومستقرة للناس المتزوجين، وكأن المتزوجين يعني حابين يخرجوا أو يروحوا في حتة أو يغيروا مكان مع اولادهم، في يعني هتروحوا مكان مع بعض انت وشريكك. الابراج اللي ظاهره عندك هنا برج القوس ممكن يكون شريكك، برج العذراء او الدلو او التور او الجدي. لو قابلتني يعني ابراج تاني هقول لك. زي ما قلتلكوا شايفة المتزوجين عندهم استقرار عاطفي والأمور حلوة قوي. شايفة كمان في ناس منكم، الزفون هنا بيقول لي ان الناس العزاب في حد جديد داخل حياتهم، حد جديد هيدخل حياتك يا برج القوس، والحد ده هيكون بيكنلك كل حب. عندك كارت is the lover، وعلى فكرة الحب ده عند الناس اللي هم سابوا بعض، يعني مازال الحب في قلب الشريك لدرجة هو بيفكر فيك وندمان قوي. وللناس الجديدة العزاب اللي لسه مفيش حد في حياتهم، ففي حد جديد، والحد ده هيبقى فيه توافق وهيبقى فيه حب بينك وبينه. شايفة حب عميق من الشريك ليك وإعجاب شديد، وشايفة كمان زي ما قلت لكم في رجوع للبعض، وفي استقرار في العلاقة العاطفية، وده جاي بعد تفكير عميق من الشريك، ويعني ندم على اي حاجه صدرت منه. زي ما قلت لكم خدوا بالكم كده ممكن تكون عكسيه. اوكي، شايفه كمان في دفاع من الشريك عنك، وكأن حد مش عايز العلاقه دي تكمل يا برج القوس، ولكن شايفه في تمسك من حدك. على فكره انت يا برج القوس بتظهر ساعات ان انت مش عايز تكمل مع شريكك، بس ده لا، ده مش حقيقي، انت من جواك بتحبه وبتكابر. يعني لما يجي حد يقول لك سبته، بس انت من جواك ما زلت بتحبه، من جواك ما زلت بتحب الشريك ده ومتمسك بيه على فكره، ومستعد تدافع عنه بكل قوه. يعني خد عندك كمان كارت برج القوس، وعندك كمان سيفن اوف وونز برج الاسد. رغم كده في دفاع، ودفاع شديد عليك يا برج القوس من يعني اهل الشريك ده، الناس اللي عندها الاهل من ناحية الشريك معارضة.
في رجوع، والعزاب بتأكد الكروت ان في حد جديد the fool. الناس اللي هيدخل حياتهم حد جديد، فده وقت حلو ووقت مناسب ان انت تبدأ فيه من جديد وتبدأ تدخل حد جديد على حياتك. ولكن خليك حذر، مش اي حاجة تحكيها مع الشريك اذا كنتوا لسه بتتعرفوا. خليك حذر في المعاملة بتاعتك يا برج القوس، وامورك كلها ان شاء الله يعني هتبقى احسن. وشايفة انتهاء فترة صعبة، الدفء عندك انتهاء فترة صعبة مرت عليك انت والشريك. البعض منكم هيتجه لعلاقة جديدة، والبعض منكم راجع له شريك قديم يا برج القوس. و شايفة في زواج للبعض، ذا هيروفنت، في ارتباط وفي احتفال عندك يا برج القوس، في زواج عندك يا برج القوس. الكارت ده بيأكد كده، في انفتاح وانفراج عاطفي عندك الفترة دي من الشهر، فحاول ان انت تستغلها. البعض منكم الفترة اللي فاتت كانت ضاغطة عليك قوي، والمشاكل زادت والتوتر زاد والحدة زادت. شايفة الامور هتبدأ ترجع تاني وتاخد المنحدر الطبيعي والمستوى الطبيعي بتاعها. شايفة كمان عند البعض زي ما قلت لكم شريك جديد، بصوا كده ذا امبرور. ومن مواصفات الشخص الجديد اللي هيدخل حياة برج القوس، الشخص ده ممكن يكون من برج الحمل، ممكن. و الشخص ده كمان عنده هتلاقيه كده يعني من العلامات بتاعته انه عنده نظام شوية في حياته، وعنده طموح عايز يحققه، بيفكر في المستقبل اكتر. هتلاقيه يعني راجل بمعنى الكلمة، بيتصرف بحكمة. كمان هيكون عايز زواج ان شاء الله، نيته هتكون زواج. هتلاقي بقى من صفات الشخص ده برضو انه عنده ثقة في نفسه قوي، وانه بيحب او بيعرف ازاي يتحكم في عواطفه، بيعرف يتحكم في عواطفه. و هتلاقي عنده يعني التوافق هيكون عالي بينك وبينه. هتلاقيه حد طموح قوي، بيحب يمشي على التقاليد قوي. هتلاقيه بيلاحظ يعني كل حاجة يحب يعملها على حسب العادات وعلى حسب التقاليد. كمان الشخص ده من صفاته انه هو هيكون حد متوازن، هتلاقي عنده توازن في شخصيته، بيحب يخطط لكل حاجة، بيحب يظبط كل حاجة عنده بميعاد. يعني من الاخر هو حد كويس ان شاء الله تقدر ان انت تثق فيه، بس انت تشوف نفسك هتتخذ اي قرار. قرار يرجع لك طبعا. الشخص ده زي ما قلت لكم حد جديد في حياتك، مش حد قديم، ده حد جديد. بس هتلاقيه دايما مركز على يعني مستقبله، الخطط اللي جايه في حياته هتكون ايه. كمان الشخص ده هتلاقي من وصفاته ان هو لما بيحب كل كيانه، يعني هتلاقيه قلبه كده بينبض بسرعة، هتحس كده يعني هتحس بيه ان هو فعلا بيحبك، عنده ولاء في الحب بمعنى اصح. فكويس طلع لك كارت اهو فيه المواصفات للبعض منكم، انت هتعرفوا كده من مواصفاته، هتعرفوا من العلامات اللي انا قلت لك عليها. وزي ما قلت لك ان الشخص ده ان شاء الله هيجي نيته هتكون زواج ان شاء الله يا برج القوس. طيب خليني بقى يا برج القوس اشوف لك نصيحة كارت الرومانس. عندك كارت الـ children او الاطفال، الناس المتزوجين في عندهم يعني في حاجة عندهم خاصة بالاولاد، والبعض منكم نفسه انه يبني اسرة ويكون عنده اولاد. ف يعني
الملكة هنا بتقول لك انه ان شاء الله مستقبلك هيكون متحسن، والملكة بتدعمك، وشريكك كمان هيعبر لك عن حبه للناس السناجل او المرتبطين. الشريك يعني هيعبر عن حبه ليك، وان هو مستعد انه يساعدك في اي حاجة، ومستعد انه يعني يعمل اي حاجة علشان يرضيك يا برج القوس. كمان كروت الملايكة بتقول لك look for a sign، ركز بقى على العلامات وعلى الاشارات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديها لك، ان هيكون في خير في حياتك، اي حاجة قلبك يحسها او عقلك يحسها. انت روحاني يا برج القوس على فكرة، في بعض منكم كتير روحاني وبيحس بحاجات وبتحصل، فركز على العلامات اللي هتكون قدامك، الاشارات بقى يعني ريشة بيضة مثلا قابلتك، اي قرآنية عدت عليك، قطعة من الانجيل حلوة كده سمعتها، عندك كلمة حلوة اتقالت بتفاؤل، بوست خير فتحت لقيته قدامك، كل دي اشارات هتوجهك للطريق الصحيح، وهتوجهك للاختيار الصحيح في الحب. والبعض منكم كمان عندك هنا عندك مش يعني البعض منكم عنده مشكلة كده في الطفل الداخلي بتاعه، او عنده حاجة يعني كل ما بيفتكرها بتقلق عليه. فلا هنا بيقول لك العلاقات الجاية ان شاء الله هتكون احسن، سيب اللي فات بقى وركز على اللي جاي يا برج القوس، وحاول ان انت ما تشغلش عقلك بحاجة عدت وتقعد تفكر فيها وتخليها تأثر عليك وتدخلك في مود سلبي. اي مشاكل حصلت مع شريكك خلاص بتنتهي، وللبعض يعني انتهت فعلا. الفترة اللي فاتت زي ما قلت لكم كانت ضاغطة، وده كان ضغط على الابراج كلها مش انتوا بس، علشان طاقة بوابة الوسود، ولكن خلاص الدنيا هترجع تظبط تاني، والامور هترجع احسن من الاول. وزي ما قلت لكم ان في رجوع للشريك، وفي كمان هدوء عاطفي هيمر عليك يا برج القوس، وزي ما قلت لكم في زواج للمرتبطين، وفي حد جديد هيدخل حياة العزاب. وبالنسبة للناس اللي كانت موقعة بينك وبين شريكك، فانت هتعرفها ده ان ما كنتش عرفتها يا برج القوس. في حد موقع بينك وبين شريكك ولكن انت اكتشفته، وهترجع تصلح الاوضاع تاني مع شريكك، او العكس في اكتشاف لشريك لحد يعني وقع بينك وبين شريكك زي ما قلت لكم، هتحاولوا ان انتوا تصلحوا الامور وهتعرفوه، لان الحب اللي بينكم صادق. واذا كان في حد انفصل فده كان انفصال مؤقت، مش حاجة حقيقية، مش انفصال حقيقي. بداية شايفة في للبعض كتير منكم تقولوا زواج، وشايفة حب كبير كارت ذا لافر بينك وبين شريكك يا برج القوس. ان شاء الله امورك كلها هتتعدل وهتتحسن الفترة الجاية دي. برج القوس دي كانت قرايتك، لو سمحت لو عجبتك ما تنساش تفعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لك بيه اشعار، وحطوا لايك واشوفكم في فيديو جديد.